اليوم كان معانا لقاء مع اللجنة المشكلة من قبل مكتب المحافظ وفار ووزارة الزراعة والبيئة بخصوص مكافحة نبتة البارثينيوم، فزارونا هنا في مدينة الحقل للاطلاع على بعض النتائج السابقة للأعمال السابقة للأعمال التطوعية. هنا وقفنا على أحد المزارع اللي واجهت فيها مشكلة حتى المزارع والمناطق الرعوية، فحاول المواطن هنا أنه يزرع أنواع أخرى طبيعية قد تكون مفيدة أيضا للحيوانات وقد تفيد التربة وتنافس الأنواع الغازية، منها بعض الأعشاب الموجودة هنا بالمزرعة، إلا أنه واجه نفس التحدي بسبب الري المستمر وبسبب تواجد الماء أدى إلى زيادة نمو وكثافة البارثينيوم ومنافستها بشكل كبير جدا على الأنواع الأخرى من الأعشاب، بالإضافة إلى المناطق الرعوية. هذه قد تكون تجربة نأمل منها النجاح ونأمل من الجهات المختصة السعي في هذا الإطار بحيث يتم التركيز على نثر البذور، المتابعة المستمرة للكثافات والمواقع التي فيها تأثر كبير جدا. جزاهم الله خير، ونأمل من الحكومة الرشيدة إن شاء الله بإذن الله أن تولي البيئة اهتمام أكبر بهذا الجانب، بحكم وجود الآن نواجه تحديات أنواع غازية كثيرة، منها البراثينيوم ومنها أنواع أخرى، ثلاث أربع أنواع أخرى، فلا نريد أن ننتظر حتى تكافحنا أو تحتلنا جميع الأنواع الغازية الأخرى. جزاكم الله خير وشكرا.